قالوا للحرام احلف. كام دول؟ ما اعرفش، ما عدتهمش، خدتهم من ايديها لايديك على طول. بس شكلهم كده ياما شويه فلوس حلوين يمشونا كام يوم. اه انا بس ايه كل الحكايه هاخد بس. اوعى ايدك. ايه ياما فين انت كهربتي؟ دي فلوس بنتك. فلوس بنتي؟ هو انا مش ابنك ياما يعني برضو ولا انا ابن حرام؟ لا يا حبيبي ابني وضنايا وكل حاجه. خد يلا ما تهونش عليا، خد شبرق نفسك. وبتتمطعي قوي. 20 جنيه ياما دول ما يجيبوش كوبايه شاي وحاضرين على القهوه ياما. هو حجر واحد وخف انت الولعه بس وهو يطول معاك. لو النبي. طب ما تنزلي من بره بقى ترصهولي. كريكيع 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 كريكيع. ايه ولا العسل ده؟ شفتي بقى يا خرابي ولا جايبه من بره؟ منها لله اللي رمت الخلاص في الترعه. الله يخرب بيتك. نهار اسود على الالفاظ. اسمع يا ولد، انا هجيب لك حاجه تفطرها. تعالي هنا افطر. ايه مش هفطر، هفطر تحت عشان مستعجل عندي شغل. ادعي لي انت بس يا عسل. ادعي لك يا اخ. وانت عارف دعوتي. الله اكبر، ما هي باينه عليا اهي. اه سلام عليكم. سلام عليكم. مع السلامه. ما تتاخرش بقى.